مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. كل سنة وكل الأهلوية بخير بمناسبة طبعا أسبوع الأعياد اللي احنا فيه، وكمان أكيد قرب طبعا حلول شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يعود علينا كلنا بالخير والبركات. النهاردة كمان فريقنا بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر ليها إن شاء الله بكرة على ملعب الماكس في اسكندرية. الفريق سافر النهاردة عشان يدخل في معسكر مغلق ويستعد للقاء اللي هيكون بكرة بإذن الله الساعة 7 إلا ربع. المدير الفني للنادي الأهلي مارتين لاسارتي اختار قائمته واللي ضمت 21 لاعب، لكن طبعا أبرزها هو رجوع محمد الشناوي عشان يحرس مرمى النادي الأهلي، وكمان نجمنا وليد سليمان واللي خف الحمد لله من الإصابة وبقى جاهز للمشاركة. كمان هقول لكم بقى كل التفاصيل الخاصة بتدريبات النهاردة وكمان القائمة بالتفصيل خلال إن شاء الله فقرة الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، وده طبعا هيكون معانا في خلال حلقتنا. كمان خلال الدوري في مراحله الاخيره النادي الاهلي بقى بيلعب كل مباراه وبيعتبرها ان هي مباراه كاس، فكل هدفنا في كل مباراه ان احنا نجمع الثلاث نقط ونوصل لبطولتنا المفضله بطوله الدوري العام رقم 41 لينا ان شاء الله. كمان هنتكلم النهارده بشكل مفصل وهنستعرض بقى كل الاخبار المحليه، خصوصا طبعا الخبر الابرز وهو اسعار تذاكر مباريات امم افريقيا، واللي طبعا اثارت من امبارح نقاش كبير جدا ما بين جمهور الكره المصريه. لكن انا عايزه اقول لكم برده ان في اعاده نظر في الاسعار دي بعد طبعا تدخل الوزير الدكتور اشرف صبحي، وكمان تصريحات اكيد المهندس هاني ابو ريده النهارده واللي وعد ان هو يرجع مره ثانيه ويعيد تقييم اسعار التذاكر. هيكون لينا كمان جوله في كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف وفي المواقع وفي السوشيال ميديا، وهيكون كمان ضيفنا النهارده وضيفكم استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي في بوابه اخبار اليوم. وكالعاده بنبتدي معاكم حلقتنا باهم وابرز العناوين. الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه الطلائع. وليد سليمان على رأس قائمة الأهلي استعدادا للقاء غد. طارق سليمان الشناوي جاهز لقيادة الأهلي أمام الطلائع. السولية يتفوق على كل لاعبي الوسط في الدوري. وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية. الليلة توتنهام يواجه أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. الاتحاد الأوروبي ينفي إصابة صلاح قبل موقعة ليفربول وبرشلونة. نروح معاكم دلوقتي لبداية حلقتنا مع أهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي في الصحافة. الأخبار: الأهلي جاهز لعبور الطلائع غدا، لاسارتي يرفع شعار لا بديل عن الفوز ورمضان ممنوع من الاحتفاظ بالكرة وخمس حراس في المرأب. الأهرام: وليد سليمان يدخل حسابات لاسارتي استعدادا للطلائع. المساء: في لقاء غد وليد سليمان يقود الأهلي أمام الطلائع، لاسارتي يجتمع مع رمضان ويحضر اللاعبين بالفيديو. الجمهورية: أزمة وسط الملعب تنتهي في الأهلي. روز اليوسف: عبد الحفيظ جاهزون للطلائع ولن نفرط في الدوري. نروح معاكم دلوقتي لأهم التفاصيل الخاصة بالأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، وهنبتدي بالأخبار اللي قالت إن النادي الأهلي هيختتم تدريباته النهاردة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها إن شاء الله على ملعب الماكس. بيستعد الفريق إن هو ينتظم في معسكر مغلق النهاردة في اسكندرية وسط حالة من التركيز الشديد واللي فرضها الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، ومعاه طبعاً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة محمد
يوسف المدرب العام، رفع الجهاز شعار لا بديل عن الفوز في كل المواجهات، وان المباريات اللي جايه في الدوري هي مباريات كؤوس ولا مجال للتفريط في اي نقطه. النادي الاهلي هيلعب 7 مباريات مهمه جدا وصعبه في نهايه الموسم، بيسعى اكيد ان هو يحصد منها كل النقاط ويتوج بالدوري. المباريات بقى المتبقيه للنادي الاهلي هي طلائع الجيش، انفي النجوم، الاسماعيلي، سموحه، المقاولين العرب والزمالك. شهد تمرين حراس المرمى منافسه ساخنه ما بين خماسي حراس المرمى اللي موجودين في النادي الاهلي، شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان تحت اشراف طارق سليمان مدرب الحراس. الأهرام فقالت إن فرص وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي في اللحاق بمواجهة طلائع الجيش المقرر ليها إن شاء الله بكرة مساء ضمن فعاليات مسابقة الدوري زادت وبشكل كبير. وليد سليمان رجع من ألمانيا بعد ما خضع لبرنامج تقوية لمنطقة الركبة واللي كانت عرض للإصابة فيها في يناير اللي فات. ظهر وليد سليمان كمان بشكل كويس جدا في التدريبات الأخيرة، خصوصا بعد ما شارك في تقسيمة امبارح وكان طبعا بيشارك فيها بشكل رائع، وده اللي خلى كل الأنظار تتلفت امبارح في التدريب. وبسبب ده مارتين لاسارتي المدير الفني بيفكر ان هو يضمه للقائمه عشان يديله فرصه ويشارك اساسي على فترات، لان طبعا الفتره اللي جايه دي هتحتاج جهود كل اللعيبه في النادي الاهلي. الجمهورية فقالت ان فرص حسام عاشور لاعب وسط النادي الاهلي بقت قليله في ان هو يلحق مباراه الطلائع، وده طبعا بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التاهيلي بعد اصابته في العضله الاماميه خلال مباراه بيراميدز، وهي الاصابه دي طبعا ادت لغيابه عن مباراه المصري بورسعيدي الاخيره. وبرغم ده مش هيواجه برده الاوروجواني مارتين لاسارتي ازمه كبيره في وسط الملعب طبعا بعد غياب حسام عاشور، لان الفريق هيستعد وهيستعيد كمان جهود عمرو السوليه بعد انتهاء ايقافه، بالاضافه طبعا لظهور احمد فتحي وحمدي فتحي واللي ظهروا بشكل كويس جدا قصاد المصري بورسعيدي في المباراه الاخيره. كمان هيرجع وليد سليمان وشريف اكرامي ومحمد هاني بعد ما تم شفائهم من الاصابه، بالاضافه لمحمد الشناوي واللي انتهى ايقافه بعد غيابه عن مباراه المصري بورسعيدي الاخيره. قالت كمان الجمهوريه ان مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق عمل خاصه مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد نهايه التمرين امبارح، واتكلم معاه عن بعض الامور الفنيه. لاسارتي كمان ادى اللاعب بعض التوجيهات في التحركات وفي محاولات التسديد في الوقت المناسب، في محاولة منه طبعا ان هو يطور من اداء اللاعب. وفي النهايه كمان قالت روزن يوسف ان كابتن سيد عبد الحفيظ اكد على صعوبه مواجهه طلائع الجيش واهميتها، وان الفوز بيها ضروري للاستمرار في مسيره الفريق للحفاظ على اللقب ان شاء الله باذن الله. واكد كمان عبد الحفيظ ان الفريق مستعد وجاهز بقوه للمباراه عشان يحقق الفوز، وان الفريق عنده اصرار كبير جدا ان هو يقدم مستويات بتليق باسم النادي الاهلي وما يفرطش ابدا في اي نقطه من المباريات السبعه اللي باقيه للفريق في الدوري في الموسم الحالي، واللي هيكون اكيد نتيجتها اكيد تحقيق باذن الله اللقب ال41 للنادي الاهلي. ده كان اهم الكلام اللي اتقال في الجرايد عن النادي الاهلي النهارده. فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي لكن اللي اتنشرت على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي 21 لاعب في قائمه الاهلي لمواجهه طلائع الجيش. بوابه الاهرام مع عاشور وجمال يؤديان تدريبات تاهيليه على هامش الميران الصباحي. يلا كورة طارق سليمان ليلا كورة، الشناوي جاهز لمباراة طلائع الجيش. فيتو تدريبات بدنية وخططية للاعب الأهلي استعدادا للجيش.
الكورة، مران قوي لمدافع الأحمر على الكرات العرضية. الوطن سبورت، التسديدات سلاح الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش. القاهرة 24، الأهلي يستعيد السلية ومروان محسن والشناوي أمام الطلائع. سبورت 360، رقم مميز لنجم الأهلي في الدوري المصري. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مصيف جديد لأعضاء الأهلي في مريلا. هنبتدي مع حضراتكم تفاصيل أهم الأخبار اللي اتنشرت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، اللي قال إن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي أعلن عن قائمة مباراة طلائع الجيش والمقرر ليها مساء يوم الأربعاء على استاد حرس الحدود الماكس في اسكندرية في الجولة 31 من الدوري الممتاز. بتضم القائمة محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، حمدي فتحي، هشام محمد، عمرو السلية، صالح جمعة، وليد سليمان، مروان محسن، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد أزارو، ناصر ماهر، جيرالدو، وجونيور أجاي. بوابة الأهرام قالت إن خاض حسام عاشور وعمرو جمال لاعبة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش التمرين الجماعي للفريق اللي أقيم النهاردة الصبح على ملعب التتش في الجزيرة. أدى الثنائي تدريبات في الجيم ثم تدريبات جري حول الملعب وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق. بيعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضمة وبيعاني عمرو جمال من شد في العضلة الأمامية. موقع يلا كوره كمان قال ان كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي الاهلي جاهزيه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاحمر لخوضه لمباراه طلائع الجيش اللي جايه ان شاء الله في الدوري. اكد سليمان في تصريحات خاصه ليلا كوره ان الشناوي جاهز للمباراه وخروجه مبكرا من التدريبات يوم الثلاثاء اللي فات جه لمنحه قسط من الراحه. وقال كمان مدرب الحراس ان اللاعب هيتواجد في قائمه النادي الاهلي واللي بتستعد لمواجهه الفريق العسكري. كمان الشناوي كان غاب عن مباراة النادي الأهلي الأخيرة قصاد المصري بورسعيدي، ده كان بسبب الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. جدير بالذكر كمان أن النادي الأهلي بيتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري ممتاز برصيد 61 نقطة، ورا بيراميدز متصدر جدول الدوري المصري ممتاز، وبيحتل كمان طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة. كمان موقع فيتو قال ان خاض لاعبه النادي الاهلي او الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي تدريبات بدنيه مكثفه على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح والمقام على استاد مختار التتش في مقر النادي الاهلي في الجزيره. ادى لاعبه الفريق الاول لكره القدم تدريبات بدنيه، وده طبعا بالاضافه لتدريبات بالكره تحت اشراف اليخاندرو مخطط الاحمال في الفريق الاحمر. كمان موقع سوبر كورة قال إن الكرات العرضية وتعليمات لخط الدفاع بإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء دي كانت الفقرة الأبرز اللي خططها النهاردة الأوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي. فقرة كانت خلال تمرين الفريق النهاردة يوم الثلاث استعدادا لمواجهة طلائع الجيش. شارك في الفقرة دي أحمد فتحي وعمر السلية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ووليد أزارو وناصر ماهر وصالح جمعة ووليد سليمان و علي لطفي. منح كمان لاسارتي خلال الفقره دي تعليمات لخط الدفاع ان هو ازاي يبعد الكوره عن مناطق الخطوره، كمان وجه تعليمات خاصه للمهاجمين وكيفيه استغلال الكرات الراسيه في احراز الاهداف.
كمان الوطن سبورت قال ان خصص مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي فقره للتسديد على مرمى خلال مران الفريق الاحمر النهارده يوم الثلاث، والكان مقام طبعا على استاد مختار التتش في الجزيره. شارك في الفقره دي الاشرف طبعا عليها المدير الفني عدد من اللاعبين كسلاح طبعا ان هم ازاي يهزوا شباك طلائع الجيش في المباراه القادمه مباراه غد. استمر كمان رمضان صبحي في اداء فقرات اضافيه بالتسديد على المرمى بعد ما انتهت فتره التسديد لكل اللعيبه عشان يحسن من أدائه على الفقرة دي أو على التسديد على المرمى. كمان القاهرة 24 قالت ان بيستعيد الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي خدمات الثلاثي عمرو السولية ومروان محسن ومحمد الشناوي خلال مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. الثلاثي طبعا كان غايب عن مواجهة المصري البورسعيدي اللي فاتت طبعا ده بسبب الايقاف، بسبب طبعا تراكم الكروت الصفراء في المباراة اللي انتهت للنادي الاهلي بهدفين دون رد. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي الخاص بفريقنا الأول لكرة القدم. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز أعرف منك كل الأخبار كل الكواليس أهم وأبرز اللي حصل النهارده في التدريب الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن شيما النهارده كان التمرين الساعة 11 صباحا، يمكن قبل بداية التمرين كان في محاضره من مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين حوالي اربع خمس دقائق اتكلموا فيها عن التركيز الشديد لمباراه بكره. لا صوت يعلو فوق مباراه طلائع الجيش، طلب اللاعبين هي الحصول على الثلاث نقاط. يمكن بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي خمس دقائق كان في احماء لجميع اللاعبين، ثم تقسيمهم لمجموعات، الضغط على الخصم، ثم كان في تمرينه مهمه جدا النهارده كالعاده مستر لاسارتي على طول في الفتره الاخيره تمرينات تخصص على الجول، عرضيات من اليمين عرضيات من الشمال، كيفيه انهاء الهجمه، كيفيه احراز الهدف، واختتم التمرينه بتقسيمه صغيره. يمكن على الجانب الاخر كان الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس مع تركيزه فقط على اثنين حراس ومحمد الشناوي وعلي لطفي. يمكن شريف ومصطفى شوبير شاركوا مع مجموعه اللاعبين جميع التمرينات. يمكن كابتن طارق سليمان كان مركز مع الشناوي ومع لطفي لان هم اللي موجودين في مباراه الغد. يمكن تاهيل مستمر على الجانب الاخر لعمر جمال وحسام عاشور، والمفرح ان يعني النهارده حسام عاشور يمكن تاهل شويه وبعد كده شارك في شويه من تمرين النادي الاهلي ورجع دخل الجيم، معنى كده بشكل عام بيقول ان حسام عاشور خلاص كلها ايام ويكون متواجد بشكل طبيعي في تمرين النادي الاهلي. كان في جلسه بين مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ يمكن حوالي 10 دقائق كده واثناء التمرين كان في جلسه طويله ما بين الاثنين، الله اعلم طبعا مدار في هذه الجلسه. يمكن التمرين يمكن انتهى في واحده الا او 12 ونص 12 ونص وخمسه في الحدود ديت، وكان اللاعبين على طول توجهوا ل يعني الغداء الساعه 1 الظهر، وكان التحرك من النادي الاهلي الساعه 2 ونص للسفر للاسكندريه طبعا المبيت لمباراه بكره. كابتن مستر لاسارتي اختار 21 لاعب لمعسكر اليوم، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، حمدي فتحي، هشام محمد، السوليه، صالح جمعه، مروان محسن، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد ازارو، ناصر ماهر، اجاييه، جيلاردو، والمتالق والعائد بعد فتره غياب كبيره النجم وليد سليمان اللي هيكون مفاجاه المباراه في جزء منها. نتمنى باذن الله يكون التوفيق والفوز حليف النادي الاهلي غدا ويكون ثلاث نقاط جديده تضاف الى رصيد النادي الاهلي. شيما اتفضل. شكرا لك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي الصباحي اللي كان طبعا مقام على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي في الجزيره. بعد كده زي ما قال لنا خلاص توجه الفريق لاسكندريه عشان المعسكر المغلق استعدادا لمباراه بكره، مباراه بكره ان شاء الله قصاد طلائع الجيش. المباراه دي اكيد مباراه مهمه جدا زيها زي كل المباريات السبعه المتبقيه للنادي الاهلي. اهم حاجه عندنا الثلاث
نقاط، وإن شاء الله بإذن الله يكون الفوز حالفنا بكرة يا رب. كمان نرجع ونكمل معاكم أهم أخبار النادي الأهلي اللي اتنشرت على مواقع الإنترنت. ومن أهم الأخبار اللي اتنشرت كان خبر عن عمرو السولية من سبورت 360. قالت إن احتل عمرو السولية قائد خط وسط النادي الأهلي قائمة اللعيبة الأكثر استخلاصاً للكورة في المسابقة المحلية في الموسم الحالي. استخلص عمرو السولية الكورة في 188 مرة في الدوري في الموسم الحالي، وبيجي في المركز الأول لاعب، وفي المرتبة الثانية بيجي إبراهيم أبو اليزيد لاعب الداخلية ب 181 مرة، وبعديهم عمرو عماد لاعب النجوم ب 179 مرة، طارق حامد لاعب كمان نادي الزمالك بيجي في المركز الرابع ب 173 استخلاص للكورة، وبعديهم أحمد العجوز نجم بتروجيت بيجي في المركز الخامس ب 156 استخلاص. مهم جدا لاعضاء النادي الاهلي بالاخص من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الخبر بيقول ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب النهارده الظهر عقد مع شركه التعمير للتنميه والاداره السياحيه، بموجبه بيحجز النادي الاهلي فندق فينيسيا العالمين في مارينا، وبيستغله بالكامل على مدار شهور السنه لاقامه اعضاء النادي الاهلي، وده طبعا في الوقت نفسه برضه بيخصص شاطئ بدون تذاكر بدون رسوم لاعضاء النادي الاهلي في نفس المكان. وقع النهارده العقد من جانب النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، كمان وقع عن شركه التعمير والتنميه هشام زعزوع رئيس مجلس الاداره ووزير السياحه السابق، حضر مراسم التوقيع العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وعمر باسم نائب رئيس مجلس اداره شركه التعمير والتنميه واحمد فهمي المستشار القانوني للشركه، ده طبعا في اطار برنامج مجلس اداره النادي الاهلي لتقديم افضل خدمات للأعضاء على كافة المستويات. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع جدا، نرجع بعد كده ونكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم واخر الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا. بوابه اخبار اليوم، وزير الشباب يتدخل لحل ازمه اسعار تذاكر بطوله الامم الافريقيه. صدى البلد، هاني بوريدا يوجه بمراجعه اسعار تذاكر مباريات امم افريقيا. الوطن سبورت، فرج عامر يطالب بتخفيض تذاكر أمم أفريقيا ل 50 جنيه ويقدم طلب إحاطة. سوبر كورة، جهاد عامر تعلن آليات اختيار المتطوعين في أمم أفريقيا 2019. يورو سبورت عربية، ثلاث مفاجآت لأجيري في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا. مبتدأ، مفاجأة اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري. اليوم السابع،
معسكر 19 يوم للمنتخب الأولمبي واعتماد ودية فلسطين 16 يونيو.
موقع يوروسبورت عربية قالت أن المكسيكي خافير أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول استقر على بعض اللعيبة اللي هيكونوا موجودين في قائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية واللي بتنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو لحد 19 يوليو الجاي. كمان يوروسبورت عرف أن قائمة المنتخب في البطولة الأفريقية هتشهد وجود بعض المفاجآت بعد ما قرر المدرب المكسيكي الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة عشان يكونوا موجودين في البطولة، وعلى رأسهم أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز، وده طبعا بعد المستوى المتميز اللي ظهر بيه اللاعب مع فريقه في المباريات اللي فاتت في الدوري المصري الممتاز، بالإضافة طبعا لتألقه في مباراتي المنتخب قصاد النيجر ونيجيريا. كمان استقر المدرب المكسيكي على ضم مصطفى محمد مهاجم نادي طلائع الجيش في المعسكر اللي جاي إن شاء الله للمنتخب بعد ما نجح اللاعب إن هو يلفت الأنظار ليه في الموسم الحالي. أكد كمان أجاري للجهاز المعاون لأن مصطفى محمد هيكون مهاجم مصر الأول في السنوات اللي جاية، طبعا نظرا لما يمتلكه اللاعب من سرعة وقدرته على تسديد برجل اثنين وإجابته طبعا للعب ضربات الرأس. كمان أجاري عنده قناعة تامة بأحمد فتوح ظهير أيسر نادي سموحة، شايف ان اللاعب يستحق ان هو يكون موجود مع المنتخب في البطوله الافريقيه كبديل بعد الاداء اللي قدمه مع الفريق السكندري في المباريات الاخيره. كمان المدرب المكسيكي استقر على الاستعانه بايمن اشرف لاعب النادي الاهلي عشان يكون هو الظهير الايسر الاساسي للفراعنه في البطوله القادمه ان شاء الله كان 2019. المنتخب هيبدا استعداداته للبطوله الافريقيه بالدخول في معسكر مغلق، وده طبعا هيكون في مدينه برج العرب في اسكندريه يوم 6 يونيو اللي جاي، وهي تخللوا خوض مباراتين وديتين مع تنزانيا وغينيا يوم 13 ويوم 16 من نفس الشهر. بيقع المنتخب في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية ومع أوغندا ومع زيمبابوي. مبتدا قالت ان برغم عدم معرفه موعد محدد لانتهاء الموسم الحالي من بطوله الدوري المصري الممتاز، وده طبعا بسبب بطوله كاس الامم الافريقيه اللي بتستضيفها مصر في يونيو اللي جاي، استقر اتحاد الكوره بنسبه كبيره جدا على ميعاد انطلاق بطوله الموسم اللي جاي. وكشف اتحاد الكوره عن انطلاق بطوله الدوري نسخه 2019-2020 في نص اغسطس اللي جاي. كانت لجنه المسابقات حددت مواعيد مباريات الدوري لحد الجوله 32 واللي بتنتهي في منتصف شهر مايو المقبل. اليوم السابع قال ان اتحاد الكره تلقى موافقه من الجهات المسؤوله عن خوض وديه المنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب قصاد فلسطين والمقرر ليها يوم 16 يونيو في رام الله في اطار اعداد الفراعنه الصغار لامم افريقيا 2019 والمقرر ليها في شهر نوفمبر المقبل في مصر والمؤهله اكيد لاولمبياد طوكيو 2020. اكد شوقي غريب لليوم السابع انه المفروض ان هيسافر المنتخب الاولمبي لاوزباكستان يوم 3 وبعد كده هيرجعوا يوم 12 ويحصلوا على راحة 48 ساعة، بعد كده هيسافروا لفلسطين يوم 15 يونيو وبعد كده هيرجعوا يوم 17 يونيو للقاهرة ويستكملوا معسكر الفريق لحد يوم 21 يونيو، وبعد ما ينتهي الفريق هيتابعوا طبعا اللعيبة في بطولة أمم أفريقيا للكبار واللي بتستضيفها مصر. موقع كورة كمان قال ان حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة اكد على اهمية مواجهة سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز عشان يأكد على بقاء الفريق في الدوري الممتاز. قال صدقي لكورة اهمية المباراة بتيجي لانها طبعا مباراة قصاد منافس قوي جدا استعاد توازنه في المباريات الاخيرة، كمان بيقوده جهاز فني مميز بالاضافة لتقارب النقاط ما بين الفريقين ورغبة كل فريق في الابتعاد تماما عن دائرة الخطر. قال كمان ان الجونة بيسير بشكل جيد
بخلاف الهزيمه الثقيله قصاد انفي، ولكن قدروا ان هم في الجوله اللي فاتت يفوزوا على طلائع الجيش بثنائيه نظيفه، ورجعت الثقه اكيد لصفوف الفريق بشكل كبير. كمان المدرب النادي الساحلي نستهدف تحسين مركز الفريق ومحاوله الاقتراب من المنطقه الدافئه في الجدول، وده برغم كم الاصابات والغيابات اللي ضرب الفريق في الفتره اللي فاتت. اختتم كمان كلامه وقال: نسعى بكل قوه لتحقيق النقاط الثلاثه امام سموحه، ونبحث عن الفوز منذ الدقيقه الاولى بحثا عن تاكيد وجودنا في الدوري. وبعد ما شاهدنا المنافس كثيرا في الايام الماضيه، كمان فريق الجونه على فكره بيتواجد دلوقتي في المركز التاسع في مسابقه الدوري المصري الممتاز، ورصيده 35 نقطه، وتحديدا بعد ما خاض 30 مباراه. بيتواجد كمان سموحه في المركز ال 12 وبرصيد 34 نقطه. كمان بوابة الوفد قالت أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استقبل مساء أمس الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. تناول اللقاء عدد من الملفات الخاصة بتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد واللي بتستضيفها مصر في يناير 2021. عرض هشام نصر كل بيخص الاتحاد من الاستعدادات والمعوقات اللي بتواجهه عشان يناقشها ويحل اي مشكلات واقفه قصاد الاتحاد عشان يقدروا طبعا يخرجوا بالبطوله في احسن صوره ليها. كمان تناول اللقاء مواعيد المعسكرات اللي طلبها الجهاز الفني للمنتخب المصري لكره اليد، وتحديد متطلباته الماليه المخصصه لهذا الشان. كمان ناقش صبحي مع حسن مصطفى ضروره وجود لجنه عليا للبطوله برئاسه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على غرار بطوله الامم الافريقيه، وده طبعا بالنسبة للبطولات العالمية كلها اللي بتستضيفها مصر. وكمان وعد وزير الشباب والرياضة بأن هو هيعرض الأمر ده على رئيس الوزراء، وكمان أكد حسن مصطفى ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية بتضم عدد من الوزراء المعنية أو الوزارات المعنية لهذا الشأن عشان تتابع وتشيل أي عقبات تواجه البطولة العالمية. فيما كمان أوضح صبحي بأن الأمر ده يتم تنفيذه بشكل مستمر في جميع البطولات الكبرى واللي بترعاها الدولة بالشكل اللي بيليق باسم مصر وبتاريخها. كمان موقع دوت مصر قال ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليويفا اعلن عبر موقعه الرسمي ان محمد صلاح نجم ليفربول جاهز لمواجهه برشلونه بكره ان شاء الله في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على ملعب الكامب نو. كانت في تقارير صحفيه انجليزيه اشارت ان محمد صلاح اتعرض لاصابه في التدريبات ممكن يغيب عن مباراه برشلونه ضد ليفربول، ونشر الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليويفا تقرير على موقعه الرسمي اكد خلاله ان ليفربول بيفتقد في مباراه اليوم آدم لالانا وروبرتو فيرمينيو فقط للإصابة، ومع ذلك قد يشارك فيرمينيو كأساسي في مباراة الغد. بيعاني من إصابة في الفخذ غاب بسببها عن مباراة هدرسفيلد تاون الأخيرة في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج. يلا كورة قالت النجم البرازيلي فيليبي كوتينو لاعب نادي برشلونة الأسباني شايف أن خطورة نادي السابق ليفربول الإنجليزي لا تكمن فقط في خط الهجوم. بيقابل برشلونة طبعا نظيف ليفربول بكره يوم الاربعاء في ذهاب دور نصف نهائي لدوري ابطال اوروبا والتشامبيونز ليج. قال كوتينيو في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونه: انا اتطلع للعب في اول نصف نهائي لي في دوري الابطال، واود ان اقدم اداء جيد. كمان العوده للانفيلد هي مميزه بالنسبه لي لانني كنت سعيد هناك في ليفربول. لعب كوتينيو في صفوف ليفربول لمده 5 اعوام قبل ما ينتقل لبرشلونه في شتاء عام 2018. قال كمان: ليفربول فريق قوي بعقلية رائعة، هم جيدين للغاية على أرضهم، هم رائعون في كل الخطوط، لذا علينا أن نكون حذرين. قال كمان أن خطورة ليفربول لا تكمن فقط في خط الهجوم.
الشروق قالت ان بتنطلق اليوم يوم الثلاثاء مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال اوروبا بمواجهه توتنهام الانجليزي قصاد مضيفه اياكس امستردام الهولندي الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على ملعب وايت هارت لين في العاصمه الانجليزيه لندن. بيسعى اياكس لمواصله سلسله مفاجاته بعد الاطاحه بريال مدريد حامل اللقب في السنوات الثلاثه الاخيره في الدور الثمن النهائي من البطوله قبل ما يقلب الطاوله على ملعبه او على ملعب مضيفه يوفنتوس الايطالي ويقصي من الدور ربع النهائي. على الجانب الاخر بيدخل الفريق اللنداني مباراه اليوم بامل محو اثار الهزيمه الاولى على ملعبه الجديد واللي خسرها قصاد ضيفه ويست هام يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجوله 36 من البريمير ليج بعد ايام من الاطاحه بمتصدر الترتيب مانشستر سيتي من البطوله القاريه بعد مباراه ماراثونيه في اياب ربع النهائي. بيدير مباراه اليوم طاقم تحكيم اسباني بقياده المخضرم انطونيو ماتيو لاهوز وبيساعده كمان روبرتو ديل بالومار وباو سيريبيان وكمان بيتواجد في غرفه حكم الفيديو المساعد اليخاندرو هرنانديز وبيعاونه كمان خوان مارتينيز. وبتعتبر مباراه النهارده هي المباراه الثالثه فقط في تاريخ مواجهات الفريقين، التقي قبل كده في مناسبتين سابقتين خلال شهر سبتمبر سنه 1981 وبالتحديد في مسابقه كاس الكؤوس الاوروبيه تمكن السبيرز من تحقيق الفوز في المواجهتين بواقع 3-1 ذهابا في هولندا و 3-0 ايابا في لندن. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا نسم كمالين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بمحمد صلاح واللي نشر صوره على تويتر مع فان دايك بعد طبعا ما فاز بجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي وكتب مبروك ايها الرجل العظيم تستحقها عن جداره. كمان نشر فان دايك مدافع ليفربول صور على الانستغرام من حفله اختياره كافضل لاعب في الدوري الانجليزي في الموسم الحالي وكتب يا لها من امسيه مذهله في حفل توزيع جوائز رابطه اللاعبين المحترفين، فخور جدا بالفوز بهذه الجائزه المرموقه واشعر بالتواضع بشكل لا يصدق لانني حصلت على التقدير من زملائي المحترفين بهذه الطريقه، اود ان اشكر اولا والاهم عائلتي، شكرا على وجودكم دائما لدعمي، شكرا للجميع في أندية جرونينغن وسلتيك وساوثهامبتون لكونكم جزء مهم في رحلتي وتطوري كلاعب، بالطبع لم يكن هذا ممكن لولا الدعم الذي لا يصدق من الجميع في ليفربول، شكرا أو شكر خاص للمدير الفني لإظهار الإيمان بي ولجميع زملائي في الفريق الذين ساعدوني كثيرا في كل مباراة على أرض الملعب، هذه الجائزة لكم وبالطبع أشكر مشجعين المدهشين على الدعم الذي قدموه، أحب هذا النادي وشعرت أنني جزء من العائلة منذ يوم وصولي، لقد كان شرفا لي أن أكون هناك في الحفل مع ساديو ماني وترانت أرنولد وروبرتسون، كل التهاني لهم على جوائزهم أيضا. كمان نشر روبرتسون صورة من الحفلة على الانستغرام وكتب سعيد بهذا الرجل العظيم، فان دايك يستحق كل ما حصل عليه هذا العام، لقد قدم مستوى مختلف، لا يزال أمامنا الخروج بشباك نظيفة في مباراتين للوصول لهدفنا. كمان نشر فينالدوم صور مع فان دايك على تويتر وكتب مبروك أيها الرجل العظيم تستحقها حقا، قيمتك للفريق كبيرة جدا. كمان نشر ألبرتو مورينو لاعب ريد صورة لفان دايك على الانستغرام وكتب تستحقها أيها الرجل العظيم، فان دايك مدافع مذهل. كمان نشر ترينت أرنولد صورة على الانستغرام وكتب فخور بكوني جزء من فريق العام.
نشر كمان رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي صورة على الانستغرام من جائزة أفضل لاعب شاب في البريمير ليج، كتب فخور جدا بجائزة أفضل لاعب شاب وأشكركم حقا على دعمكم الذي لا يصدق للموسم بأكمله، دعونا نحقق المزيد. فرناندينيو كمان لاعب مانشستر سيتي نشر صورة على الانستغرام مع رحيم ستيرلينج وكتب مبروك ستيرلينج على جائزة اللاعب العام من رابطة النقاد الرياضيين وجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين، أنت تستحق كل هذا، أنت إنسان ممتاز ومحترف، سعيد لكوننا زملاء. أليسون باكر كمان حارس مرمى ليفربول احتفل بعيد ميلاد بنته ونشر صورة على انستغرام من عيد ميلادها وكتب اليوم كان يومها قبل سنتين وولدت الأميرة هيلينا وولدت بجانبها أفضل نسخة من نفسي، والدك أو والدك يحبك كثيرا. الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على الانستغرام نشر فيديو لأنطونيو روديجر لاعب الفريق بمناسبة يوم الرأس العالمي، تعالوا نشوف الفيديو. واخيرا نشر حساب 433 على الانستغرام فيديو لطفل بيستعرض مهاراته في كرة القدم، تعالوا نشوف الفيديو. مشاهدينا بعدنا دلوقتي مع فاصل سريع وبعد كده نرجع ونستقبل ضيفنا النهارده وضيفكم. رجعنا مرة تانية لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي استاذ عمر البنوجي الناقد الرياضي، مساء الخير عليك ومنورنا اكيد في مكانك في قناه النادي الاهلي. مساء النور يا شيماء، اخبارك ايه؟ كله تمام، كله زي الفل. طيب خلينا النهارده نتكلم اكيد عن النادي الاهلي وعن الكثير في النادي الاهلي، خلينا الاول نبتدي بالمباراه الاخيره للنادي الاهلي، شفتها ازاي وتوقعاتك كمان للمباراه القادمه؟ نبتدي الاول بالمصري البورسعيدي. يعني اعتقد ان الاهلي قدر ياخد اللي هو عايزه من مباراه المصري البورسعيدي، الاهلي دلوقتي بيدور على البطوله بس تفكيره مباراه بمباراه علشان يرفع كمان الضغوط عن لعيبته. اعتقد انه النتيجه اللي اتحققت هي افضل نتيجه، انت ما زلت بتكسب، ما زلت بتوصل مشوارك، بتضغط على كل الخصوم اللي موجودين معاك او المنافسين في جدول الترتيب. اعتقد كمان انه الفتره الجايه هيتم التعامل بنفس المنطلق مع باقي المباريات. صحيح، عندنا 7 مباريات متبقيه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، والحسبه طبعا بسيطه جدا، النادي الاهلي يفوز ب3 نقاط من كل مباراه، ده معناه ان احنا نحسم اللقب ال41 في تاريخ النادي الاهلي. كل مباراه هي مباراه في حد ذاتها بطوله، مباراه كؤوس زي ما بيقولوا. بالتاكيد، يعني اعتقد كمان انه فكره تصدير ضغوط زياده على اللعيبه او الفريق هي ما تكونش ناجحه في مرحله زي دي، لانه انت عندك 7 ماتشات 21 نقطه، ال 21 نقطه دول يحسموا لك بطوله الدوري، عندك المنافسين بتوعك مش محتاج ان انت تبص لنتائجهم، انت محتاج بس تكسب كل مباراه، عندك المباراه اللي جايه طلائع الجيش هتتعامل معاها برده بنفس الطريقه اللي تعاملت بيها مع مباراه المصري البورسعيدي السابقه، تكسب 3 نقط تكمل تبص على باقي مبارياتك، لانه كمان لجنه المسابقات ما حددتش 4 مباريات للاهلي حتى الان، انتظارا يعني للي هيحصل الفتره اللي جايه مع استضافه كاس الامم الافريقيه ومع المشاركات الافريقيه للانديه كمان الاخرى، يعني الزمالك في الكونفدراليه. اعتقد انه الفتره الجايه اعصاب الاهلي اهدى بكتير، تركيز بس على بطوله الدوري وهي الهدف. واعتقد كمان انه كابتن محمود الخطيب في الجلسه الاخيره مع الجهاز الفني ومع اللاعبين هو رفع اثر كبير بالظبط، هو ده الاهم. يعني انا مش خرجت من بطوله افريقيا، لكن في نفس الوقت ما اقدرش ان انا اضغط على اللعيبه او كمان احطهم تحت ضغوط كبيره ان انا ممكن افرط في بطوله ثانيه. انا اللي يهمني ان انا ادور على يعني فرحه الجماهير بتاعتي السنه دي، والبطوله الاهم للنادي الاهلي السنه دي هتكون بطوله الدوري. طيب خلينا نتكلم عن لقاء المصري بورسعيدي في البدايه، اللقاء ده بغض النظر عن ال3 نقاط اللي حصل عليهم النادي الاهلي من اللقاء، لكن شفنا النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي في مستوى فني كويس جدا.
اعتقد ان المستوى الفني من بعد مباراه سان داونز في الاياب هنا وفوز الاهلي بهدف نظيف، المستوى الفني في ارتفاع. كمان ممكن تكون بعض الغيابات بتاثر شويه في خط الوسط، حراسه المرمى كان فيها تغيير، انه الشناوي كان موقوف لانذار، لعب علي لطفي ادى بشكل جيد جدا، شريف اكرامي مصاب هيرجع الفتره اللي جايه، بنشوف ان وليد سليمان كمان راجع الفتره اللي جايه، فاعتقد ان عوده المصابين هتفرق كتير مع فريق النادي الاهلي، لكن المستوى الفني في ارتفاع. صحيح. يعني من بعد مباراه سان داونز في الاياب هنا في برج العرب والمستوى في ارتفاع بتقدر تحقق مكاسب، انت الاهم ان انت ترجع للانتصارات علشان الفوز بيجيب فوز، ما تبقاش وقفت عند مرحله انه في دروب فني فانا مكمل فيه، لا انا برجع وبكسب وبكمل المشوار. صحيح. اللقاء القادم للنادي الاهلي هيكون قصاد طلاع الجيش بكره ان شاء الله على استاد المكس الساعه 7 الى ربع مساء، لقاء اكيد هام زي ما قلنا كل اللقاءات مهمه جدا. طلاع الجيش كان لسه متلقي هزيمه قصاد انفي في الجوله اللي فاتت، وطبعا هو دلوقتي في المركز العاشر او في الترتيب العاشر في الدوري المصري الممتاز، النادي الاهلي في المركز الثاني، لكن طبعا ليه هو الافضليه لان هو لعب لقاءين اقل من بيراميدز. شايف اللقاء ده هيكون قد ايه صعب؟ هو اكيد كل المباريات اللي جايه صعب، ولابد انه الجهاز الفني للاهلي يحسب الحسبه بتاعت ان انا باخد الثلاث نقط وافكر في الثلاث نقط اللي بعده. صحيح. طلائع الجيش حتى وان كان خسران من امبي في الجوله اللي فاتت، لكن في النهايه طلائع الجيش يهمه انه يكمل الدوري في مركز كويس عشان ما يدخلش في حسابات مع اي فرق ثانيه، وطلائع الجيش اقرب للبقاء يعني. لكن في النهايه دايما مباريات طلائع الجيش والاهلي بتبقى مباريات صعبه شويه، برده بيبقى فيها. صحيح. في طلائع الجيش على فكره عنده فريق كويس جدا، عنده مجموعه عناصر كويسه، مع جهاز فني برضه مستقر، البلجيكي ايميل لوك موجود معاهم، اعتقد كمان انه يعني حقق بعض النتائج الايجابيه طوال الموسم، لكن في بعض المباريات كان له نتائج سلبيه. اتمنى انه المباراه كمان تكون مستوى الفني اعلى شويه، نشوف فيها كوره، يبتدي لعيبه الاهلي يظهروا قدراتهم ويرجعوا للمستوى او التوب ليفل بتاع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ونشوف النتيجه هتحسم عليه. صحيح. النادي الاهلي طبعا بقى له 7 مباريات، طلائع الجيش بكره، الاسماعيلي، النجوم، انبي سموحه، والمقاولين العرب، والزمالك. بغض النظر او بعيدا عن الزمالك، شايف اللقاءات دي في المتناول زي ما بيقول عليه؟ مفيش لقاء في المتناول في الدوري السنه دي. شفنا فرق يعني، شفنا بيراميدز بيخسر من الجونه، شفنا بيخسر من الاسماعيلي، شفنا الاسماعيلي بيخسر من وادي دجله في الجوله. صحيح. اللي فاتت النتائج برده مش بنفس النمط بتاع زمان، ان ممكن نقول والله ده ماتش مضمون، ما بقاش فيه ماتشات مضمونه. هو الاداء في الملعب اللي بيحسم، ظروف المباراه هي اللي بتحسم. أكيد. اعتقد انه كمان الاهلي ال7 ماتشات اللي باقيين واخرهم هتكون مباراه الزمالك، اعتقد ان الاهلي هيكون رايح لمباراه الزمالك ان شاء الله هو مخلص الدوري، يعني الاتجاه بيقول كده دلوقتي. صحيح. طيب لو اتكلمنا كمان عن الفرق اللي هي في منطقه الخطر، وفي فرق كتير جدا في الموسم الحالي ده، برده زي ما احنا شايفين ان في فرق جديده بتدخل في المنافسه، شفنا فرق كمان جديده عليها ان هي تكون محطوطه في منطقه الخطر وتكون مهدده ان هي تنزل او تودع الدوري المصري الممتاز، شايف ده ازاي؟ الصراع الهبوط السنه دي صعب شويه، واعتقد في اسامي فرق كمان كانت قضت فتره طويله في الدوري الممتاز، بغض النظر عن فريق النجوم اللي هو متزايل الترتيب دلوقتي وبيلعب مع الاتحاد السكندري دلوقتي في اسكندريه، ام بي كمان جديده عليه دي جدا. اعتقد انه ام بي في الفتره الاخيره ما كانش فيه استقرار فني بشكل كبير. صحيح. تم يعني حصل تغيير في عدد كبير من المدربين في اخر سنتين، نوعيه اللعيبه نفسها اختلفت، اعتقد كمان انه دلوقتي احنا بنتكلم جدول من تحت النجوم الداخليه. هل انتقال فتحي حمدي من ان بي للنادي الاهلي اثر عليهم؟ يعني ما اعتقدش انه في لعيب بيأثر على فرقه، ما فيش فرقه بتقف على لعيب واحد. حمدي لكن فتحي لا من اللعيبه. لا بس ازاي لو بصينا على ريال مدريد وكريستيانو رونالدو؟ لا في فرق بتقع لعيبه معينه، مش دايما. انا مش من انصار المقوله دي، ولا شايف ان في فريق ممكن يقع علشان لعيب واحد. هي أيوة الفكره يعني كلها انت شايف ان المفروض ان يكون في دايما بدايل. منظومتك فيها كام لعيب؟ انت مثلا عندك 30 لعيب او 25 لعيب، لابد ان يكونوا مستوياتهم حتى متقاربه من بعض علشان لما يكون في حد غايب البديل بتاعه يكون على نفس المستوى. صحيح. اعتقد ان مشكله ريال مدريد ان هو ما جهزش بديل رونالدو، هي دي المشكله. يعني الغلطه من عند ريال مدريد، مش انه رونالدو هو الفظيع اللي من غيره الدنيا هتقع، لا، هي الفكره كلها انه فلورنتينو بيريز في ريال مدريد اعتمد على ان رونالدو موجود ومش هيمشي، زي ما قبل كده كان معتمد على انه زيدان موجود ومش هيمشي. زيدان سابه ورونالدو سابه، ففجاه حصل رجع زيدان رجع زيدان لسه ما رجعش رونالدو
فاعتقد لا انه حمدي فتحي لعيب كويس جدا من مستقبل خط الوسط في النادي الاهلي. انتقاله من امبي للاهلي ما اعتقدش انه يعمل الدروب الكبير ده، لكن هي الفكره كلها انا شايف انه ما كانش فيه استقرار فني في امبي اخر سنتين، لان كمان منظومه الكوره عمرها ما بتمشي يعني موسم بموسم، لا انت بيبقى صحيح. عندك خطه وعندك بلان وعندك فلسفه للكوره في النادي صحيح. بتاعك المفروض ان انت بتمشي عليها فترات طويله وسنين طويله. صحيح. يعني علي ماهر اللي عمل طفره كمان في سموحه، راح امبي ولم يقدم المرجو منه او المطلوب منه. مش دايما ادواتك بتساعدك يعني، ممكن يكون لما كان مع الاسيوطي في الموسم اللي عمله مع الاسيوطي كان كويس، قدم كره كويسه مع الاسيوطي، بعد كده راح سموحه، في سموحه قدم كره كويسه لكن برضو ما وفقش في النهايه، بعد كده هو في ام بي الادوات نفسها مختلفه، اللعيبه مختلفه، طريقه الاداره مختلفه، يعني الوضع دايما وضع العام للفريق ونظامه وسياسه ادارته بتفرق كتير جدا مع المدير الفني، زي ما شفنا مورينيو، مورينيو ممكن ينجح مع ريال مدريد جدا لكن لما يروح مانشستر يونايتد ما يقدرش ان هو يدير منظومه مانشستر يونايتد ولا يسيطر على لعيبه مانشستر يونايتد بالشكل اللي ينجحه، فالنتيجه كانت انه يمشي. ولذلك مورينيو قبل ما يمشي كان طالب انه ماريو برانكو التكنيكال دايركتور نادي يونايتد، لان يعني ده من ادواته اللي هتساعده، هي هنا الادوات اللي بتفرق. فاعتقد انه علي ماهر هي نفس المشكله، انه ادواته اللي كانت موجوده معاه سواء كان في فتره ما كان في الاسيوطي او فتره سموحه كانت مختلفه عن الادوات اللي موجوده معاه في امبي. صحيح. طيب عايزين نقول بس خبر عاجل جالنا دلوقتي، ناشئين نادي النادي الاهلي مواليد 2000 فازوا بكاس مصر بعد ما فازوا على نادي الشمس باشواطهم 17-18. طيب نرجع نتكلم تاني عن الدوري المصري الممتاز، وشفت مين المفاجاه في الموسم الحالي؟ خلينا نقول ان المفاجاه في الموسم الحالي فريقين. بالنسبه لي الجونه بيقدم تجربه كويسه جدا. صحيح. تجربه استثمار رياضي شكلها مختلف تماما، عنده فكره انه الجونه بيجيب شركه متخصصه بتدير نشاط الكوره فبتقدم الموسم ده شكل هايل، ده بالنسبه لي مفاجاه جيده. وادي دجله كمان بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا، انه يجيب مدرب متطور زي تاكيس جونياس مدرب اليوناني يقدر يطبق الفلسفه اللي بيطبقها بلعب الكوره الحديثه المتطوره زي بيب جوارديولا، بناء الهجمه من الخلف على الارض، ونقدر يمرن اللعيبه في مصر على ده وان هم يستوعبوا فكره ويقدر يصحح الاخطاء ويوصل لانه قاعد في الدوري او بيكمل قرب انه يقعد في الدوري، فده طبعا انجاز وكانت مفاجاه، لانه كمان تغيير سيستم فرقه وتوحيد سيستم اللعب بالشكل ده مش حاجه سهله. صحيح. طيب خليني اسالك برضو عن الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، شفت طلع علينا لعيبه مختلفه او لعيبه يعني انت شايف ان هم مفاجاه في الموسم الحالي؟ يعني ما اعتقدش ان في لعيبه كتير مفاجاه في الموسم الحالي، يمكن الاجانب في بعض الانديه سواء اهلي زمالك بيراميدز اسماعيلي بدا يبقى في بعض الاجانب مستوياتهم اعلى من الاجانب اللي كنا بنشوفهم قبل كده، يعني كان زمان الاهلي بس اللي بيجيب اجانب اقوياء، دلوقتي بدا الاهلي والزمالك بقى فيه وبقى بيراميدز عنده. صحيح. فبدات انه نوعيه اللعيبه الاجانب الكواليتي اختلف، لكن لو اتكلمنا على اللعيبه المصريين المحليين حتى طريقه المنتخب نفسها ما بقتش تطلع لعيبه جديده، يعني ما زلنا برده يعني ما فيش لاعب لفت نظرك في الموسم الحالي من الدوري المصري ممتاز قلت لا ده مش مكانه في الايجيبشن ليج، مكانه في مكان تاني؟ اعتقد في لعيبه لا نقدر نقول ان هم عندهم اداء كويس وواعدين وبروميسنج بالنسبه ان هم يلعبوا في اوروبا، زي احمد حمدي المعار من الاهلي للجونه. صحيح. في باهر المحمدي في الاسماعيلي باك يمين النادي الاسماعيلي لعيب كويس، مع بعض التطوير فادائه هيكون له مستقبل كويس في الكوره. في محمد صادق في الاسماعيلي، عمار اعتقد عمار حمدي في الاتحاد السكندري فعلا لعيب هايل مقدم سيزون هايل جدا. صحيح. وكمان يعني اللي اختاره لانه ينضم للنادي الاهلي من نادي النصر ده كان يعني صاحب عين خبيره انه يقدر يجيب لعيب في سن صغير زي ده، وفي الاغلب هيرجع تاني ان شاء الله للنادي الاهلي بعد اعاره. بالظبط. يعني هو معار والاهلي اكيد هيستفيد منه. برضو احمد ياسر ريان في الجونه بيأدي اداء كويس وهداف، اعتقد هيكون هداف النادي الاهلي في فتره الفترات. صحيح. خلينا نتكلم على ملف التحكيم سريعا، يعني يمكن من شهر سبتمبر اللي فات والنادي الاهلي بيطالب بتطبيق تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز تجنبا لاخطاء الحكام الكارثيه اللي اكيد اثرت علينا وعلى كل الفرق في الدوري المصري الممتاز. ابتدينا بقى نسمع حاجات كتير من مسؤولين اتحاد الكوره، الاول الموضوع صعب ان هو يتطبق، لا الموضوع هيتطبق من النص الثاني في الموسم الحالي، لا الموضوع هيتطبق من الموسم القادم،
القادم لا احنا ما عندناش اصلا الامكانيات او ما عندناش الملاعب اللي هي تسمح ان احنا نطبق فيها تقنيه الفار، وبالتالي مش هينفع ان احنا نطبقها في ملاعب وملاعب ثانيه، لا لان ده مش هي يعني في الاخر مش هيكون في تكافؤ للفرص ما بين الانديه في الدوري المصري الممتاز. ازمه الفار بقى والتحكيم في مصر شايفها ازاي؟ لا يعني خليني ارجع افكرك ان احنا قعدنا على نفس الترابيزه دي، وفي انترفيو سابق قلت لك لما بيقولوا احنا هنطبق الفار قلت لك مستحيل مستحيل لا السيزون ده ولا اللي جاي، لسبب انت تطبيق الفار له خطوات، الخطوات دي اولها ان انت بتعمل خطه وبتبعتها للاتحاد الدولي، وبعدين تبعت تشتري الاجهزه تحت اشراف في الايفاب، وبعد كده تعمل تجربه اوفلاين. موضوع كبير قوي، موضوع كبير جدا ومكلف جدا، وبعد التجربه الاوفلاين تاخد اعتماد وتبتدي تطبق بعد كده قصة اللي يجي يقول لي انا هطبقه بكره الصغير اللي كنا حاطينه. لا لا طبعا ده كلام فارغ، يعني ده كلام فارغ وبيضحك الناس علينا، يعني لما الصور دي بتتنقل اوروبا الناس بتضحك علينا. خلينا نقول انه الناس بتجتهد في حدود امكانياتها، لكن لو انا مش هقدر اطلع حاجه كويسه على مستوى اسم الكوره المصريه واتحاد الكوره المصري وانديه مصر ما ينفعش اعملها. النقطه الاهم انه ما تضحكش عليا وتقول لي انا هطبق الفار، هطبق الفار في تكلفه كبيره، انت تقول لي الاول عندك موارد او عندك التكلفه هتدفعها منين؟ صحيح. وقلت طب الانديه تشارك، الانديه ما قالتش لا، اوكي بس انت هتطبق امتى الموضوع؟ بس هل مثلا كل الانديه تقدر ان هي تشارك بمبالغ متساويه؟ اكيد لا برضه. لا طبعا. وانت هتيجي على انديه ما عندهاش الدخل الكافي ان هي تديك فلوس تعمل الفار ده. انت اصلا ما عندكش دوري محترفين عشان تبقى عارف النادي ده بيصرف قد ايه وبيكسب قد ايه. ما هو لو في دوري محترفين متطبق هنا وقانون اللعب المالي النظيف بيتطبق هنا بحذافيره زي اوروبا، في انديه مش عارف تشتري لعيبه، وفي انديه عملت تعاقدات بمبالغ ضخمه جدا ما قالتش مصدر فلوس هذا ايه. فلابد انه طالما انت عندك نادي، نادي زيه زي اي شركه، لابد انك تقول انا ميزانيتي قد كده، هصرف قد كده السنه دي، كسبت قد كده، عندي ديون او هقدر اسدد او الكلام ده. لكن انا ما عنديش ده اصلا، فانت ازاي اصلا هتطلب تبرعات من الانديه او ان هم يشاركوا معاك؟ انت اصلا مش محدد انت عايز تطبق الفار ولا لا. صحيح. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه تقول ان الفار هيتطبق في مصر. طيب يعني بعد ما الدنيا نامت على الفار ابتدينا نستعين بحكام اجانب بطريقه مكثفه جدا، واللي اخذناه من الحكام الاجانب انذارات كتير بس، بندفع 25,000 دولار في حكم اجنبي، بيجي لناش طبعا كمان حكم من النخبه او من الصفوه في التحكيم الاوروبي، بيجي لنا حكام عاديين جدا ما يستاهلوش ابدا 25,000 دولار، مبلغ مبالغ فيه اكيد بالنسبه لاستخدام حكام، وفي الاخر كل اللي بناخده يعني انذارات بالجمله. انا اعتقد ان مستوى التحكيم السنه دي سيء جدا، التحكيم الاجنبي مش المصري. الحكام المصريين مستوياتهم كويسه، اخطاء في اخطاء وده طبيعي، لكن في النهايه انا شايف ان الحكام الاجانب اللي يعني تم استقدامهم لاداره بعض مباريات الدوري المصري او معظم مباريات الدوري المصري السنه دي مش هم الحكام اللي نقدر نقول اه ندفع لهم 25000 دولار عشان يجي يحكم مباراه ويمشي. في نفس الوقت نص مليون جنيه، انت ليه بتحبط الحكام المصريين؟ انتوا صدعتونا سنين طويله، ادوا الثقه للحكام المصريين، وشفنا كذا مباراه قمه اتحكمت يعني كان فيها تحكيم مصري وعدت وكانت ما فيهاش اي ازمه. طب انت دلوقتي سبت نسيت كلامك اللي فات كله كلجنه حكام، ودلوقتي عمال تجيب في حكام اجانب، والحكام الاجانب دول بيلعبوا على حساب الحكام المصريين. طب الحكم المصري هيتطور امتى؟ مستواه هيرتفع امتى؟ هتديله الاحتكاك امتى؟ انت بتناقض نفسك ليه؟ وبعدين ليه حكام اجانب بهذا العدد؟ وليه من شرق اوروبا بس؟ يعني ليه من اوروبا الشرقيه؟ قول لي انت. طب انا اقول لك معلومه عندي، انا اتبعت قبل كده للاتحاد اليوناني لطلب حكام، الاتحاد اليوناني رشح طقم حكام بيحكم دوري ابطال اوروبا، حكام يعني حكام محترمين، طقم حكام محترم من الاتحاد اليوناني. اتحاد الكره هنا ما ردش عليهم وراحوا جايبين طقم حكام تاني خالص في مباراه من المباريات. طب انت اصلا إيه بتتعامل مع يعني الاتحادات الاوروبيه بطريقه مش هي احسن حاجه، وبالتالي هم في وقت من الاوقات هيقول لك لا مش هبعت لك حكام، هتروح تبعت له تقول له انا عايز حكام، يقول لك لا، يقول لك ما انت بعت لي قبل كده قلت لك ابعت لي تيكتس طيران للحكام دول، انا وافقت لك عليهم وانت ما بعتش وما ردتش عليا. فبالتالي طريقه اصلا استقدام الحكام عليها علامات استفهام. لابد ان يتم اعاده النظر. الحكام من شمال افريقيا شايفهم ازاي؟ تجربه ما يعني ما حسيتش بتاثيرها، يعني ما كانتش مؤثره، لا انا شايف فرق في المستوى كبير عن الحكام المصريين، ولا شايف ان هم يعني بيضرونا في حاجه ولا بيفيدونا في حاجه. يعني انا شايف ان الحكام المصريين كانوا ممكن يعدوا السيزون ده بشكل يعني ما فيهوش اي ازمه. المشكله في التحكيم المصري او في الحكام المصريين ايه؟ محتاجين دورات تدريبيه اكتر، محتاجين ان هم يتعاملوا بتقنيات افضل، محتاجين امكانيات جوه الملعب، يعني ايه المشكله اللي فيها؟ محتاجين يبقى في احتراف حقيقي في اللعبه في مصر، اذا في حكم محترف شغلته ان هو حكم كره قدم بياخد مرتب مناسب لده،
اعتقد ان الوضع هيختلف تماما مع الحكام المصريين. انت عندك الحكم بيشتغل هنا. شفت ماتش الاهلي والانتاج الحربي لمس اكتاف اللي كان في الدور الاولاني ده؟ ممكن هزار يعني، ما كانش حقيقه يعني. اكيد ده علشان في حكم بعينه مستوى وحش. يعني في حكم او اتنين في مصر كانوا من الحكام الكويسين دلوقتي مستواهم سيء جدا. اوكي، بس دول اتنين في التركيز. بالظبط، دول اتنين. لكن اكيد عندك بقيه الحكام، وعندك حكام صغيرين يستحقوا انهم ياخدوا فرصه. طول ما انت بتجيب لهم حكام اجانب مش هياخدوا الفرصه، وهيبقى في حاله احباط عند الحكام. فانا ضد فكره استخدام تحكيم اجنبي، الا لو انا هجيب بقى حكم مصنف فئه اولى في اوروبا يجي يحكم لي ماتش صعب او ماتش له حساسيه. لكن الافراط فيه تجربه سابقه لما كان رئيس اللجنه اللي هو عصام صيام قبل كده، في سنه من السنوات اعتقد 2012 او 2011 بدا يبعت يجيب حكام من اوروبا كتير، حصل مشاكل كتير برضه والموسم اعتقد ما اكتملش. هل تتوقع ان المباريات المتبقيه للاهلي وللزمالك والبيراميدز كلها تقام بحكام اجانب؟ اعتقد ان الاتجاه لكده، يعني لحد دلوقتي الاتجاه لكده، واللي عايز بيبعت ويجيبوا له حكام اجانب. لكن انا شايف ان ده مش صح. بس تكلفه كبيره جدا، يمكن نص مليون جنيه في المباراه الواحده. في النهايه كل نادي بيبحث عن العداله، الاهلي من حقه انه يطلب حكام اجانب، الزمالك من حقه يطلب حكام اجانب، سموحه، دجله، اي نادي من حقه يطلب حكام اجانب. لكن هي الفكره كلها انه اديني مستوى تحكيم بقى احس ان في فرق عن الحكام المصريين. صحيح. بس صحيح. طيب شايف بقى ظاهره البطاقات الصفراء كتير جدا كمان مع وجود حكام اجانب، ده بسبب ايه؟ يعني عندنا مشكله في اللعيبه، الاعتراضات اللي ملهاش اي 30 لازمه اللي بتحصل دي، وما فيش من يعني انت هتعترض، ما انت مش هتاخد حاجه، يعني هتاخد كارت اصفر هتعترض برده مش هيحط الكارت في جيبه تاني خلاص. يعني شايف اللي بيحصل ده ازاي؟ هو في ممكن يكون في اجواء فيها شحن زايد شويه قبل بعض المباريات، في منافسه شديده السنه دي على المركز الاول وعلى لقب الدوري، ممكن تكون صحيح. بتشد اعصاب بعض اللعيبه. اعتقد انه الموضوع الحكم في النهايه مش هتبقى هوايته انه يطلع كروت ولا حاجه، لكن هو بيحاول يسيطر على المباراه وبيحاول يحمي اللعيبه، فطبيعي انه هيستخدم الانذارات. لكن الفكره كلها حاله الشحن الزياده لازم تخف، لازم الموضوع يعني كله يوضع في نصابه المنطقي والطبيعي، ان دي كره القدم صناعه ترفيه، وانه عاوزين نحولها لصناعه ويبقى عندنا كره قدم حقيقيه، وانه ما يبقاش في حته شحن الزياده، واحنا اصلا المستوى الفني بتاع البطوله نفسها صحيح. مش الفظيع يعني. حقيقي. طيب النهارده سمعنا اخبار بتقول ان اتحاد الكوره في الاغلب حدد ميعاد الموسم القادم، موسم 2019-2020، وهيكون في منتصف اغسطس، في نص 8. امم افريقيا تخلص يمكن 19/7 بالظبط، 19 يوليو. يمكن ما فيش وقت، يعني اللعيبه اللي هم بيلعبوا في الدوري المصري ممتاز ومنضمين للمنتخب هيخلصوا امتى ويبتدوا الموسم الجديد امتى؟ والله انا ما بقتش اصدق اتحاد الكوره، فهم يقولوا اللي يقولوه، وفي النهايه انا ليا اللي هيحصل على ارض الواقع. صحيح. لانه يبقوا خلصوا الموسم اللي احنا فيه الاول وبعد كده كلمونا عن السيزون الجديد. احنا يعني بنشوف في انجلترا، وانا ليا تجربه سابقه في مع نادي هال سيتي الانجليزي، كان بيجي لنا جدول بتاع سنه واثنين وثلاثه وعادي، ما فيهاش مشكله. يعني جدول معلن ومحدد وما فيش ادنى ازمه في حته تاجيل مباراه او الكلام ده كله، حتى لو اتاجلت بتبقى في اضيق الحدود. يعني اعتقد قضيت 5 سنين مع نادي هال سيتي ما افتكرش نتاجل ماتش في ال5 سنين دول غير مره واحده او مرتين فعلا. يعني في 5 سنين في 5 مواسم. صحيح. انما هنا احنا اصلا ال4 جولات الباقيين مش متحددين يا جماعه. صحيح. طب بعد كده بيكلمونا عن السيزون الجديد، يعني ما اعتقدش ان هو ما فعلا دي. الموضوع غريب قوي، يعني لو هنخلص او نخلص امم افريقيا يوم 20 هنبتدي يوم 15 الموسم الجديد، في 25 يوم هتلعب فيهم ال4 جولات اللي فاضلين لك لسه، ولا هتاخد فيهم راحه، ولا الانديه هتبتدي ان هي تدي للعيبه راحه، ولا تبتدي تعمل المعسكرات والتجمعات؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه اسمها هخلص ابدا يا جماعه. اللعيبه دي يعني هم زي المكن، حتى المكن بيريح، لازم يعني يريح، المكن في المصنع لازم يرتاح، بالاخص لعيبه النادي الاهلي اللي بقالهم سنين ما بياخدوش اجازات، مضغوطين طول الوقت. انا افتكر الاهلي من 2005 هو مضغوط، ما شفتلوش سيزون فيه حتى فرصه انه يعمل معسكر اعداد في اوروبا مثلا، لان مفيش وقت. فاعتقد انه لا، يعني لابد ان يعاد النظر في الموضوع. أكيد لازم. لانه اللعيبه بتستهلك بدري. انا ليه عندي لعيب زي حسام عاشور يبطل مثلا؟ لو هنفترض انه حسام ممكن يكون هياخد قرار انه عاوز يبطل بعد سنه او اتنين، طب ليه؟ ممكن كان كمان يكمل اكتر. صحيح. من كده، لكن ضغط المباريات وحسام عاشور عنصر اساسي مثلا طول الوقت، مفيش راحه، بيستهلك لانه مفيش راحه. صحيح. لابد يبقى في استشفاء حتى. صحيح. يعني ادوا الناس فرصه. مفيش. حقيقي. طيب سريعا نروح للشغل الشاغل بقى لجمهور الكره المصريه من امبارح للنهارده، سعر التذكره
السكرة اللي ب 200 جنيه شايفه ازاي؟ اعتقد انه السعر انا مش حابب اعلق على السعر قوي لانه خلاص اتاخد قرار بس ممكن يتم اعادة النظر فيه. هو خلاص اتاخد قرار باعادة النظر فيه واعتقد انه كمان هيقل عن كده واعتقد كمان اصل خلينا صراحة حتى لو التيكت ب 200 الاستاد هيتملي تمام لكن احنا عايزين كل الجمهور يكون موجود الناس كلها من حقها انها تروح تشجع منتخب مصر صحيح. ومن حقها انها تشتري تيكت وتستمتع بالمباراه. جمهور الكره المصريه دول بيقوم طلاب لسه في الثانويه عامه اعدادي شباب صغير عاوز يروح يتفرج على ماتش يشجع منتخب صحيح. مصر فاعتقد ان الناس دي كلها من حقها انها تحضر أكيد. واعتقد انه هيتم تدارك الامر على طول. استاذ عمر البنوني نورتني النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي في مكانك اكيد نورك. سعدت جدا بوجودك معانا مشاهدينا. انتهت حلقتنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا ان شاء الله. بكره مباراه النادي الاهلي الساعه 7:15 على استاد الماكس في اسكندريه. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا ويرجع بكره ان شاء الله معاه الثلاث نقاط. يوم سعيد على حضراتكم.